يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل البرودة على السواحل الشرقية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على كافة الأنحاء، ويصل في هذه الأنحاء إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. وهذه درجات الحرارة مشاهدينا الكرام المتوقعة يوم الأحد بإذن الله على بعض المدن والمحافظات. درجة الحرارة العظمى في القاهرة 16 والصغرى 8، يكون الجو فيها مائل للبرودة. في الأسكندرية 16-9 مائل للبرودة، في مطروح 16-8 مائل للبرودة، أيضا في بورسعيد 17-9 مائل للبرودة، في الإسماعيلية 17-8 مائل للبرودة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 17 والصغرى 9 مائل للبرودة، في العريش 18-8 مائل للبرودة، في طابة 21-8 مائل للبرودة، في شرم الشيخ 24-15 معتدل، وفي الغردقة 24-14 يكون الجو أيضا معتدل. بالنسبة لمحافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 24 والصغرى 10 ويكون الجو معتدل، في أسوان 25-11 يكون الجو أيضا معتدل، في الوادي الجديد 22-5 يكون الجو معتدل، في شلاتين 26-15 يكون الجو أيضا معتدل، وأخيرا في حلايب العظمى 25 والصغرى 16 يكون الجو أيضا معتدل. والآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.